متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم فداء البث المباشر من الناظور. حالة تدمي القلوب، شاب في مقتبل العمر من اللي كان صغير ضربه عود لعينه وما بقاش كيشوف بها وكيشوف غير الظلام كيف ما كيقول مسكين، وما في حالوش وما عندوش مصاريف ديال العلاج باش غيدير العمليه ويولي يشوف من جديد. طبعا هذا الشاب هذا محتاج يد العون، محتاج يد المساعده، كيف ما قال بانه الاطباء قالوا لي غتعالج غدير العمليه غتولي تشوف، ولكن ما عندوش، يتيم ما عنده لا حنين لا رحيم. السلام عليكم. عاود لينا كيفاش وقع لك ملي كنت صغير. ملي كنت صغير والاخر ما هذيك الساعه ما عنديش، الوالد ديالي مات والوالده باقي حيه وعندي سته خوت، وما كاينش هذيك الساعه اللي يدير لي عيني، طلبوا لي الفلوس هذيك الساعه ندير عمليه ما عنديش باش نديرها. هذيك الساعه ما مشات لي عيني بحالي مشات لي نص حياتي، صافي القلب ديالي ما بقاش هو هذاك. ما ملي كننعس بالليل خصني صافي، لما انا شعلت الضو حتى الصباح راه ما ننعش، فهمتي؟ ديما كنبكي كنقول يا ربي ترجع لي عيني كيما كنت الاول. الا رجعت لي عينيا بحالي رجع لي الروح. دابا مشات لي عينيا بحالي مشات لي نص حياتي، والله ما بقيتش دابا كنرتاح، ما بقيتش الدري كيما كنت. الا رجعت لي دابا عيني، انا ما بغيت والو، انا ما بغيت والو، بغيت هاي عيني ترجع لي. هو انا رجعت لي عينيا، انا رجع نورمال، نرجع كيما كنت، نولي الدري زوين، نولي الاخر. ما بقيتش كنشوف بها مش حال هذي، انا مشات لي صافي، ما صافي كنت عندي شي. دابا منين مات الاخر شي، دابا شي 10 سنين، دابا 10 سنين دابا مشات لي عينيا، نيشان 10 سنين. انا دابا الى رجعت لي انا كنطلب يا ربي اترجع لي عيني. هو والله انا ما بغيت والو. مشيت عند الاطباء الفاس قالوا لي هذيك الساعه خصك 3 مليون ترجع لك عينيك، وهذيك الساعه ما كانش عندي هذيك الساعه، قالوا لهم العائله ديالي احيدوا عليه. انا طلبت غير مساعده، بغيتها ترجع لي عيني، وانا ما بغيت والو، فهمتي؟ انا ما بغيت والو، بغيتها ترجع لي عيني. الا رجعت لي عينيا راه ما ننساش هذا الخير، رجع لي عيني راه بحال يرجع لي الروح، وغيفرح لي قلبه نتمنى لي الخير الا رجع لي عيني. الله يحمي الوالدين، انا طالب المساعده. شنو هي رساله المحسنين والجمعيه متفاد الحاله؟ انا بغيت غير ترجع لي عيني، انا هو بغيتها ترجع لي عيني، انا ما بغيت والو. انا كندوز قدام بنادم، كندوز قدام الاخر كيتخلعوا، كي الاخر منين نفيق الصباح كنت خلاع، كنشوف وجهي بحال هكا كنت خلاع، كنشوف عيني بحال هكا صافي، كنبقى كنبكي صافي، انا كنبكي صافي، كنبكي كنقول لي علاش مشات لي عيني، علاش الاخر. انا رجعت لي عيني، الا رجعت لي عيني راه رجعت لي حياتي والله. دابا فاش كتمشي الناس او لا كتمشى، فاش كتحس؟ انا ما كنحسش نورمال، كنمشي قدام الناس كيشوفوا فيا واحد شوفات، انا كنتخلع كنقول واش انا خايب واش انا والاخر. انا كنمشي كنوقف حدا الناس كيشوفوني كيتخلعوا، كنقول انا شمالي منين مشات لي عيني. ملي كنت صغير كنت عندي عيني، كنت نورمال، كنت مع الناس مزيانين، دابا ما عرفتش، ماشي نورمال. بغيت يا ربي ترجع لي عيني غنولي نورمال، غنولي مزيان يا ربي. الرقم ديالك 07 09 51
14 96 07 09 51 14 96. قلتي انك مشيتي للمحسنين، مشيتي للجمعيات باش تعاونوا معايا، شتي شي حد؟ وقصدت الناس، ولكن كنت لا فاضر وقصدت الناس، ما داروا لي والو. وكنت مع واحد السيد صاحبي كان غيتعاون معايا شحال هذي، وقالوا لي، قالوا العائله ديالو حتى نتوما تعاونوا، ما بغاوش يتعاونوا ديك الساعه ما عندهمش. وكنطلب غير الناس الا كان شي واحد يعاونني، ما نساليش هذا الخير والله. الا فرحتيني راه فرحتي قلبي وفرحتي راسي والله، انا ما بغيت والو، بغيتها ترجع لي عينيا. انا كنحس صافي عينيا، ما كنشوف، كنفيق بصبع بعينيا، ما كان كنتخلع والله، ما عارفش كنتخلع، كنشوف شي راسي ماشي هو هذاك. انا بغيت والو، بغيت انا غير ترجع لي عيني والله. انا مريت اصدروا منطقه خنيفره. شحال هنايا في المنطقه؟ انا شي 3 سنين كنجي هنا، كنخدم شويه، كنمشي نشوف الوالده ما بحالهمش، وكنجي كنجلس هنايا. هادي هاد صافي، وجلس في هاد البلاصه هادي، الناس كاملين كيعرفوني هنايا. انا بغيت دابا غير ترجع لي عيني، ما بغيت والو انا والله. العين اللي فين ضربت الهوت فين؟ ليه؟ هنا هو. لا حول ولا قوه. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كيف ما كتبوا معنا الآن فد البث المباشر، حالة تدمي القلوب، شاب في مقتبل العمر، كان صغير ضربوا العود لعينه ومشات ليه عينه، بقى كيشوف غير الظلام، وكيقول لك من اللي كندوز حدا صحابي والناس كيشوفوا فيا كنحس بالنقص، كنحس بشي حاجه ناقصاني. وهذا الشاب هذا مشى عند الاطباء وما خلى فين مشى طبعا، وقالوا لي خاصك 3 مليون باش دير العمليه على العين وباش تولي ترجع تشوف. وهذا الشاب مسكين ما عنده حد، يتيم ما عنده لا حنين لا رحيم، كيطالب المحسنين باش يتعاونوا معاه ويجمعوا ليه المبلغ ديال 3 مليون سنتيم. الرقم ديالو اللي هو 07 09 51 14 96. اعيد الرقم 07 09 51 14 96. اي واحد كيتفرج في هذا البث المباشر على قناه الشاب، قناه شوف تي في، يتعاون مع هذا الشاب هذا ولو غير بالبارطاج، باش هذا الشيء يوصل للمحسنين، يوصل للناس اللي مسك عليهم الله، الجمعيات والمسؤولين، ربما يحن قلبهم ويتعاونوا مع هذا الشاب هذا باش يدير العمليه على عينه ويرجع يشوف مره اخرى. وهذا الشيء اللي كنتمناو حنا كمغاربه، معروفين علينا بالخير والكرم. تفضل. تفضل. يعني شنو يعني شنو هي الرسالة الأخيرة اللي باغي توجهها للمحسنين، المجتمع المدني، المسؤولين؟ الله يحميكم الوالدين. أنا بغيت غير ترجع لي عيني، أنا ما بغيت والو. الله يحميكم الوالدين في هذا النهار هذا، فرحوني وفرحوا قلبي وفرحوا لي حياتي، انا بغيتها ترجع لي عيني. لو رجعت لي عيني انا ما نساليكمش هاد الخير والله، فهمتي؟ ما نساليكمش هاد الخير. وكنطلب الناس كاملين، كنطلب الناس كاملين يعاونوني. انا صافي من نهار مشات لي عيني، انا ما بقيت انا ما كناكلش مزيان، كنشوف الناس كنجلس معاهم، انا كنحشم كنهبط راسي، انا ما كنبغيش نجلس قدام الناس. الا جلست قدام الناس كتجي لي عيب، كيشوفوا فيا
صافي الناس كاملين كيشوفوا فيا انا كنطلب الناس كاملين محسنين ولا جمعيات ولا شي حاجه والله يحملكم الوالدين في هذا النهار والله يخليكم معز عندكم والله يطور ربي بعمركم. انا بغيت ترجع لي عيني انا ما بغيت والو الا رجعتوا لي عيني راه رجعتوا لي حياتي وفرحتوني وغنفرح هذيك الساعه والله تنفرح انا نضحك هذيك الساعه انا دابا كترجع لي كنبكي ديما كنبكي كنبكي صافي كنشوف كنكز قدام صحابي صافي كتمشي لي عيني ما ولا كنحشم هذيك الساعه كنبغي نجلس قدام العائله والو ما عنديش عينيا كنشوف الدراري الاخرين عندهم عينيهم عندهم الاخر انا كتمشي مشيت لي عينيا ما انا بغيت والو انا بغيت الناس يرجعوا لي عينيا ولا جمعيه ما تبكيش ربي كبير الله كبير محسن غادي يعاونك ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ما تبكيش اخويا لا حول ولا قوه هذه رساله اخيره وكنطلب الناس كاملين يعاونوني والله يطول سيدنا في عمره ان شاء الله وعاش الملك لا حول ولا قوة الا بالله الدموع غلبوه مسكينة الشاب هذا وكيقول لكم اخوتي المغاربة انا ما بغيت والو بغيتكم غير تعاونوني باش ندير العملية ونولي نشوف وهاد الشاب هذا مسكين راه يتيم وما فحالوش ولا حنين لا رحيم ومشى عند الاطباء قالوا لي خاصك 3 ديال المليون سنتيم باش دير العمليه وترجع تشوف من جديد ان شاء الله هذا المبلغ هذا راه غادي يجمعوه لك المحسنين الناس اللي مسك عليهم الله وغادي ترجع تشوف من جديد هذا الشيء اللي كنتمناه اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث المباشر من الناظور دمتم